من بداية العدوان على غزة ارتفعت أصوات المقاطعة لبراندات عالمية داعمة للاحتلال والعدوان. هذه المقاطعة بدأت تؤتي ثمارها، لكن استمرار واستدامة هذه المقاطعة يحتاج منا إلى خلق بدائل للناس حتى تستخدمها. حقيقة لدينا تجارب جيدة في خلق البدائل. البيك السعودي استطاع أن يخلق بديل عن KFC الأمريكي، أيضا إسبريسو لاب التركي استطاع أن يخلق بديل عن ستاربكس. هذه قصص النجاح نحتاج أن نكررها وأن نوسعها بشكل جيد. إدامة العمل المقاطع يحتاج منا كمستثمرين ورواد أعمال عرب ومسلمين إلى خلق براندات محلية وتحويلها إلى عالمية. هذا الشيء يحتاج منا للتسويق، لإدارة الجودة، للمنتجات الجيدة اللي تستطيع أن تنافس المنتجات العالمية. وإذا حققنا هذا الشيء سنحقق المقاطعة الدائمة المستدامة ونحقق أرقام اقتصادية لبلداننا وخسائر ونكائل العدو.